السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل مع بعض تعلم أساسيات برنامج الأكسل بطريقة بسيطة وسهلة، وهنشرح في الفيديو بتاع النهاردة دالة مهمة جدا، من أهم دوال أو من الدوال المهمة في برنامج الأكسل ومن أساسياته، وهي دالة SUMIFS. في الفيديو السابق احنا شرحنا دالة اسمها SUMIF، وهي شبيهة بدالة سم اف اس، بس الفرق ما بينهم ان دالة سم اف بس دي بتتعامل مع متغير واحد. وحاسب لكم ان شاء الله لينك الفيديو في التفصيل بتاع الفيديو ده ان شاء الله، عشان برضو اللي عايز يراجعها ويشوف الفرق ما بينها وبين الدالة بتاعت النهاردة. اما دالة سم اف اس فهي بتتعامل مع اكتر من متغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا اولا يعني ايه اكتر من متغير؟ انا عندي هنا مثلا كده جدول في التاريخ وبيان المصروفات والمبلغ، وعندي هنا في سجل البحث عايز ابحث مثلا، اقول له هات لي كل الحاجات دي اللي هي الانتقالات والسلف والاكراميات والانترنت والبدلات والمرتبات اللي هي موجودة في البيان المصروفات دي كلها مثلا من تاريخ كذا لكذا. يبقى اول معيار انا بدور عليه او اول متغير مثلا اللي هي بيان المصروفات اللي هو مثلا زي الانتقالات والسلف. طيب وتاني متغير انا بدور عليه اللي هو التاريخ بداية من كذا، وتالت متغير انا بدور عليه اللي هو التاريخ نهاية من كذا، ورابع متغير ممكن نعتبره رابع متغير اللي هو المبلغ بتاع الجمع. يبقى انا كده بتعامل مع اربع متغيرات او تلات متغيرات في سم اف اس. الدالة اللي احنا شرحناها في الفيديو السابق اللي هي سم اف ما نقدرش تتعامل مع كل المتغيرات دي، بتتعامل بس مع متغير واحد. يعني مثلا هنا هنيجي نشوف المثال ده كده. لو جينا مثلا قلنا له هات لي المصاريف دي اللي انتوا شايفينها، الانتقالات والسلف والاكراميات والانترنت وبدلات ومرتبات، بتاريخ من 1/1 مثلا لحد مثلا 30/4، ودوسنا انتر. حلو، والله المصاريف بتاعتك من 1/1/30/4 كانت الانتقالات كذا والسلف كذا والاكراميات كذا والى اخره. طيب افرض انا عايز ابحث مثلا في يوم واحد بس، يعني مثلا مش عايز مثلا من فترة لفترة، ادي من 1/1 وهنا الى 1/1 برضو، واقول انتر. حلو والله انت التاريخ ده بس كان عندك فيه انتقالات اللي هو 319.5، ما كانش فيه سلف ولا اكرامات ولا انترنت ولا بدلات ولا مرتبات. طيب الكلام ده كله هنعمله ازاي؟ طبعا لو انتوا شايفين كده، لو احنا مسحنا البحث ده كده يبقى هترجع اصفار. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ المعادلات دي كلها كده هنمسحها وهنبدا عشان نطبقها عملي معاكم ونشرحها. هنمسحها كده وهنيجي هنا. طبعا احنا بندور على البيانات دي وعايزين قيمها اللي هو الاجمالي، القيم بتاعتها، يبقى هنيجي هنا عند الاجمالي، واي معادله بنبداها بيساوي، هنقول يساوي ونقول سم بالشكل ده سم اف. اول ما كتبنا سم اف ظهرت لنا اتنين، سم اف اللي احنا شرحناها في الفيديو السابق وسم اف اس. هنختار سم اف اس بدبل كليك كده عليها ونفتح لنا قوس. هي بتتكون من ركائز أساسية زي مثلا سم رينج، والسم رينج ده اللي هو المدى اللي انت عايز تجمع منه. تمام، ايه المدى اللي انا عايز اجمع منه؟ انا عايز اجيب الاجمالي المبالغ، يبقى المدى بتاعي ايه؟ اللي هي المبالغ. يبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، هنيجي عند المبالغ اللي هي دي، تمام، وحنختارهم كلهم بالشكل ده لغاية الاخر، وبعد كده هنضغط F4 عشان نثبت الخلايا من الكيبورد F4. احنا كده حققنا اول حاجة اللي هو السام رينج. طيب احنا عايزين نروح عند الكريتيريا. طب الكريتيريا دي عبارة عن ايه؟ هو المعيار اللي انت بتبحث عنه او بتبحث من خلاله. طيب عشان نتنقل للمرحلة التانية اللي هي كريتيريا رينج،
لازم نضغط كوما. الكوما بتضغط منين؟ من حرف الواو في الكيبورد، وفي كمبيوترات تانية بتقبل حرف الكاف. اول ما يضغط حرف الواو كده بيتنقل على طول للكريتيريا رينج. الكريتيريا رينج 1 اللي هي هتبقى المعيار اللي انا ببحث عنه، والمعيار هنا اللي انا ببحث عنه اللي هو بيان المصروفات اللي هو ده الانتقالات والسلف والاكراميات. هنضغط كده ونختاره كله بالشكل ده لغاية تحت، وبرضو هنضغط F4 عشان نثبته، F4 من الكيبورد بالشكل ده. تمام، كويس قوي كده لغاية دلوقتي ما فيش اي مشاكل. وبعد كده هنضغط كوما عشان نتنقل على المعيار التاني. طيب والله انت دلوقتي خلاص اخترت، عرفت الاكسل ان انت عايز المبالغ دي من بيان المصروفات، يبقى هو هيروح يدور في المبالغ، وبعدين هيروح ناقل مدور في الانتقالات مثلا والبيان المصروفات. طيب انت عايز ايه من دول؟ عايز اني واحدة؟ احنا واقفين قدام ايه؟ الانتقالات. تمام، يبقى احنا هنختار، عشان احنا واقفين قدام الانتقالات، عشان بعد كده لما نسمع المعادلة دي على الباقي كلها هتمشي ورا بعض. طيب يبقى هنختار المربع بتاع الانتقالات اللي هو ده بالشكل ده. تمام، بعد كده بنعمل كوما، ما نثبتش. ليه بقى مش هنثبت المربع ده او الخليه دي؟ لانها نازله معانا. الانتقالات هيجيبها، وبعد كده هيجيب السلف، هيجيب الاكراميات وهكذا. يبقى احنا ما نثبتش الخليه دي، نسيبها عشان هي متغيره معانا وفي قيم تانية بتظهر لبيانات تانية اللي هي زي الاكراميات برضو غير الانتقالات وكده. طيب بعد كده هنعمل كوما اللي هي حرف الواو، وهنروح عند فتحنا اهي الكريتيريا رينج 2. طب انا دلوقتي بعد ما قلت له دور لي في المبالغ دي، في المبالغ دي اجمعها لي وهاتها لي من البيان المصروف. طيب انا دلوقتي عايز اقول له ان في تاريخ، يبقى انا هختار التاريخ كده كله بالشكل ده، تمام، وبرضو هثبته بإف 4 بالشكل ده، كويس جدا. وبعد كده هنعمل كوما اللي هي حرف الواو، وهنروح هنا بقى نركز شوية. بعد التاريخ انا عايز اقول له، والله عايز اشرح الاكسل ان مش مجرد ان انا عايز ادور في تاريخه بس، ده انا عايز ادور ما بين فتره لفتره، يعني مثلا من والى. طب اقولها له ازاي؟ طالما هنقول للاكسل لحاجه يبقى لازم نحطها ما بين علامتين تنصيص. يبقى هنقول شيفت ط، دي علامه تنصيص، تمام، وهنقول هنقول بالظبط، هنقول اكبر من، لان احنا دلوقتي هنعمل من، يبقى احنا بدايه من التاريخ اللي بعديه بقى، يبقى هو اكبر من او يساوي، اللي هو اكبر من اللي هي شيفت زين او يساوي، تمام. وبعد كده نقفل علامتين التنصيص ونعمل له اند اللي هي شيفت 7 بالشكل ده، ونضغط نختار المربع اللي هو الخليه اللي جنب من دي، عشان دي اللي احنا هنبحث فيها بالشكل ده، تمام، كويس قوي. وبعد كده هنعمل كوما كده، احنا جبنا التاريخ اللي هو اتحط اللي هو في من البدايه، هنعمل كوما بالشكل ده، وهنروح برضو نختار التاريخ تاني عشان بقى نعمل الى بالشكل ده، نختار التاريخ كله، وبعدين نثبته بإف 4 من الكيبورد اهي، تمام. انت تعرف ازاي الخلايا دي اتثبتت؟ لما تظهر علامات الدولار بالشكل ده تعرف ان هي متثبته. طبعا فاهمين ازاي كده متثبته. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنعمل نعمل كوما ونعمل علامتين تنصيص عشان نقول له بقى اللي هي بالنسبه لإلى دي علامتين تنصيص، ونقول
المرة دي بقى أصغر منه، أصغر اللي هي حرف الواو، شيفت واو يعني، تمام، أصغر من أو يساوي، ونقفل علامتين التنصيص ونعمل AND بالشكل ده، ونختار الخلية اللي جنب إلى بالشكل ده. طب هنا في حاجة احنا ما عملناهاش، لازم نثبت الخلايا اللي هي بتاعت ما بين من وإلى، يعني F2 دي لازم نثبتها كده بF4 عشان ما تحركش مننا، لانها انه خليتين بس، F4 كده، ونيجي عند F3 دي ونثبتها كده اللي هي الخلية بتاعت إلى، ونثبتها بF4 تمام. وبعد كده بنقفل القوس بتاعنا بالشكل ده وبنضغط انتر، كده ظهر عندنا ان هو بقى صفر. طيب نحاول بقى نسمع كل المعادلة على باقي الجدول. طبعا احنا ممكن نسحب من هنا، اول ما الماوس ده يتغير كده زائد ممكن نسحبه لتحت، يبقى كل المعادلة دي اتنسخت لايه؟ لكل الخلايا التانية. وممكن نقف هنا اول ما السهم ده يتغير لزائد كده اسود، نضغط دبل كليك كلها اتسمعت. طيب تعال نجرب شغلنا بقى، عايزين نبحث مثلا من 2-3 مثلا الى، طبعا هنا عشان الكمبيوتر عندي بيبدا الشهر الاول واليوم بعد كده، الى مثلا هنقول 6-1. والله انت من 3 في فبراير لغاية 1-6 والله الانتقالات بتاعتك كانت كذا، والسلف كانت كذا، والاكراميات كانت كذا، والانترنت والبدلات والمرتبات كده. احنا طبقنا الخلية مظبوط. لو اي تغيير، لو اي تغيير هنا حصل في الجدول طبعا البحث هيجيبه لانه خلاص هو مرتبط بيه. وده كان شرحنا النهاردة لدالة صم اف اس التي لا غنى عنها بالنسبة للاكسل، وهتوفر علينا حاجات كتير قوي وقت ومجهود. وان شاء الله تكون استفدتم، وبإذن الله في فيديوهات تانية هنشرح باقي المعادلات على قد ما نقدر، واحنا زي ما قلنا بنشرح الحاجات الاساسية التي لا غنى عنها في الاكسل واللي هي من اساسياته. وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.